نصيبك في حياتك من حبيبي، نصيبك في منامك من خيالي. مبروك. شوي شوي بنتعود. عم نتعود على شو؟ قصص يعني. بصير نقصص من ضمايرنا، عم بصير النسف جوات الروح. بصير نتعود نتوقع الأسوأ اللي رح يجي بكره. تذكر وعيد غسان كنفاني؟ أي وحدة فيهم؟ أتبقى لكم. شو بقى؟ قلتك شو رح يتبقى لنا والله بنهاية هالمطاف؟ إنه الوجع مثلا؟ ولا النزف؟ ما بعرف، يمكن ما يبقى لنا غير الندم. Thank you.